طفلة مجهولة النسب إلى أنثى تحولت إلى ذكر، ويليها 16 عام من العمل في الشوارع وتحويش العمر طارت بالهواء. عريب فالح بسام، العمر التقديري 32 سنة. عريب، مين فالح بسام؟ اسم وهمي. اسم وهمي تقديري، يعني بيقدروا، يعني اسم وهمي بتعمل الحكومة، نقدر نتأقلم مع المجتمع الخارجي. مين اللي أعطاك إياه؟ الحكومة نفسها. الحكومة يعني الحكومة الأردنية. عريب، في المرحلة اللي وعيتي فيها وأنت بقرية الأس أو أس، إنه الناس اللي أنت عايشة معهم مش أهلك، وإنه الأم اللي عم بتربيكي مش أمك، شو كانت ردة فعلك؟ كانت ردة فعلي يعني أستغرب، أسأل حالي يعني عدة سؤالات. يعني متى، بأي عمر بلشتي توعي إنه يعني هدول الناس مش عيلتي؟ تقريبا على سن 10 سنين. 10 سنين 11 سنة. ولما كنت تسألي لي في القرية؟ ما أسأل بالقرية، أنا يعني بيني وبين نفسي، بيني وبين حالي، يعني أسأل يعني وين فيش بابا فيش ماما، لما أروح على المدرسة يعني أسأل طب ليش إحنا غير عنهم، يعني ليش أنا مختلفة عنهم. أنت عشتي في القرية 16 سنة؟ نعم. صح؟ نعم. بها 16 سنة ما حملتي ذكرى حلوة لليوم صعب إنك تنسيها؟ والله حملت. شو؟ احكي لي. ذكرى حلوة. حملت ذكرى حلوة لما كان يجي يزورنا الملك حسين. لما كان يجي يزورنا كان عيد عندي، أنا فرح يعني ما أنامش بالمرة. أضلني صاحية للصبح. ألبس هالبوت وبسرعة أركض. ولا أنا على البوابة بس بدي أشوفه. يعني لحد الآن والصور محتفظيتهم عندي في البيت، ذكرى كذكرى. حتى لما أتداين بوقف على الصورة، بوقف عنده. يعني لما أواجه الصعوبات، أواجه التحديات، بوقف فيك بتطلع عليه، لأنه هو كان الأب الحنون علينا، كان يحن علينا كثير.